ونص واقفين على المخبز نستنى دورنا وابصر ناخذ ما ناخذ. وهي دوري من الخمسة ونص اللي واقفة. طلعت في الليل هسه كانت الدنيا صليت فجر ومشيت. مهجرين من بيوتنا من على الحدود، من على الحدود الشرقية. الوضع سيء. اول حاجه الناس على عددها كبير، النازحين من غزه ومن المناطق الشرقيه من رفح ومن اماكن كثير جايين علينا، وانا مش قادر الحق عليهم، ضغط كبير جدا من الناس والامكانيات محدوده جدا. عندك مخابز كتير انقصفر، تمام؟ بالإضافة إنه فيش غاز، يعني في كتير مخابز سكرت إنه مش موجود فيها لا غاز ولا وقود. هذا أثر على باقي المخابز، صار يزحم على باقي المخابز.